بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تم اليوم بفضل الله وبمنته تحرير المطار، وهذه البوابة خلفنا مش قدامنا باش يكون عبرة، وتو متقدمين لليوشن وإن شاء الله منصورين والله أكبر ولله الحمد. بدأوا في الفيسبوك من أوائل من صلاة الفجر تقريبا في نشر أكاذيب وادعاءات أن القواسم سقطت وغيرها سقطت، وفي الواقع هناك مغالطة كبيرة لم تبدأ أي نوع من مناوشات. والفضل لله أولا والآخر، وأنا أكلم فيكم من قدام حوشي إن شاء الله كلها ترجع لحيشانها. وضع تحت السيطرة وما زال جاري على تنظيف مدينة غريان وسحق أي مجموعة خارجة عن القانون. لا أحد يعرف الانسحاب تم بسهولة ويسر. ويسعدنا في هذه اللحظات المهيبة أن نزف ونعلن تحرير مدينة غريان بالكامل. مسألة انتصارهم أو مسألة اعتبارهم لغريان التي لا زالت لغز الحقيقة من قبضة ميليشيات حفتر التي عاثت في الأرض فسادا وعودتها إلى حضن الوطن.